السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة رابعة علاج طبيعي في اللي هو الفيزيوثيرابي بروجرام فور اللي هي سباينال كورد انجرد بيشنت. الحقيقة انه اللي هو الابحاث والتقدم العلمي يعني بذلوا مجهود في اتجاه لتطوير اللي هي الأجهزة اللي بتساعد على اللي هي الووكينج. فالموضوع اللي احنا نتكلم فيه هو عبارة عن اكسبيرمنتال تجريبي، وأول ما تجرب إلا على اللي هي الكاتس القطط، واللي طبعا عملوا هذه التجربة الاكسبيرمنتال اللي هي عملوا كومبليت ترانسكشن اوف ذا سباينال كورد، كومبليت ترانسكشن اوف ذا سباينال كورد، وجدوا ان اللي هو الكات افتر ذس ترانسكشن انها ات كان اللي هي ووك اجين بي افتر اللي هي تريننج اون ذا اللي هي تريدميل. بعد ما اتدربت على اللي هي التريدميل استطاعت اللي هي القطه انها تمشي. والكلام هذا اللي هي انفستيجيتور اللي هي الاكسبيرمنتال هاي سجست انه اللي هو السباينال كورد انجري هاز ذا ابيلتي تو انتجريت اند ادابت، عنده المقدره السباينال كورد انه خاشوكي ان يوحد انتجريت اند ادابت تتكيف تو ميك اللي هي سنسوري انبوت، يعني في حالة انه ما حصل اللي هي سيبريشن اوف ذا سوبرا كرين اللي هي السنترز للمراكز العلوية، انه اللي هي سيبريت اللي هي المراكز العلوية سوبرا اللي هي كرينال سنترز، انه اللي هي افتر هوايل باي تريننج لي اللي هي السباينال كورد بي اكسترنال ستيمولاي ات كان اللي هي البيشنت كان ووك. وهذا طبعا قاد الى انه السباينال كورد في حد ذاته هاز اللي هي سنترال جنرال جنريتور، هاز سنترال جنرال جنريتور يعني مولد اللي هو مركزي عام، وهذا السي جي الباترن هذا السنترال جنرال اكسلريتور اللي هو عبارة عن نتوركس اوف سيلز، عبارة عن شبكة من اللي هي الخلايا. طبعا الاشي هذا كمان ابلايد فور ذا هيومن، في الهيومن افتر سباينال كورد انجري وجدوا انه اللي هو اللي هو الجهاز نفسه اللي هو عبارة عن اللي هي البادي ويت سبورت تريدميل امبوليشن، بادي ويت سبورت تريدميل امبوليشن، وجدوا هنا هوت انه اللي هو هاي التريدميل زي ما احنا شايفين، وهي اللي هو البيشنت تمام، والبيشنت سبورتد باي هارنس، يعني هاي الهارنس هاي الحزام حوالين وسط البيشنت، وهنا هوت محمول البيشنت سبورتد بادي ويت سبورت وتريدميل هنا هوت طبعا بي 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 during this support طبعا ال بتعمل reduction للويت حوالي من 45 الى اللي هي 50% of the body weight، 45 الى 50 من وزن الجسم بتخفف، وبالتالي ال patient خلال اللي هي ال body weight support or partial body weight support reducing اللي هي الويت on the lower limbs، وهذا طبعا assist in اللي هي ستاندنج زي ما احنا شايفين باستخدام اللي هي الهارنس والبلت حوالين البيشنت او تحت منه زي ما احنا شايفين اللي هو ايه التريدميل. طبعا during the الامبيليشن الفيزيوثيرابيست زي ما احنا شايفين اللي هو assist in the اللي هي lower limb movement، واللي هو التريدميل في حد ذاته القشاط بتاع الجهاز assist in extension of the hip تمام and assist in the swing gait of phase. اذا هنا هو السنترال باترن جنريتور اللي هو المولد اللي هو الحركي المركزي والبرودوس لوكوموشن اند ار فاسيليتيتد
باي سوبرا اللي هي سباينال انبوت. هلا هذه طبعا احنا عارفين اللي هي السباينال كورد هنا اهوت في الحاله الطبيعيه اللي هو عباره عن سنترال باترن جنريتور، لكن في حاله انه السوبرا سباينال انبوت هنا اهوت كاتد يبقى هنا اهوت اللي هي التريدميل مع الويت سبورت هنا اهوت بيعمل لي اللي هي external stimuli in the absent of the اللي هي cortical influence. فهذا وجدوه فعلا البيشنت يستطيع انه later on انه يعمل هي ووكينج على اللي هي التريدميل باي اللي هي body weight support او partial body weight support، اللي فعلا ثبت يعني علميا وايضا عمليا وايضا على مستوى العالم انه فعلا effective في حالات اللي هي spinal cord injury. على فكرة يعني كمان اللي هي البادي ويت سبورت اللي احنا طبعا استخدمناه واتكلمنا عليه في اللي هو السباينال كورد انجر بيشنت، مش بس فقط يا طلبة السنة الرابعة مش بس فقط هو بينفع في حالات اللي هي الأعصاب زي اللي هي السباينال كورد انجر بيشنت بارابليجيا ولا تترابليجيا، ايضا كمان هاز جود ريزلتس في اللي هي الستروك بيشنت في الهيمبليجيك بيشنت، ايضا ممكن كمان يوزد ان سيريبرال بالسيد بيشنت تمام، ايضا كمان ات كان بي يوز ان اورثوبيديك كيسز. يعني ايه زي الاورثوبيديك كيسز؟ لما البيشنت عنده اس ارثرايتس في اللور لين برضه ات كان جيف اللي هي ريزلتس. ايضا لو كان البيشنت عنده ديسك برولابس، ديسك بروبلمز او عند البيشنت ديسك بروبلمز وباك بروبلمز اولسو ات هي فاسيليتيت اند سولف ساتش بروبلم، او حتى عنده في الانكل كمان مشكله في فاسيليتيت ذيس بروبلم. فحقيقه اللي هو البادي ويت سبورت اللي هو يوزفل نوت جاست اونلي ان السباينال كورد انجري بات ان اذر نيورولوجيكال اند اورثوبيديك اللي هي كيس. هذه طبعا معلومه للافاده، يعني مش بس هو البادي ويت سبورت تريدميل وبس بينفع في نيورولوجيكال كيسز، اذر كمان بينفع في اذر كونديشنز وممكن في حالات كمان اللي هي الاطفال. شكرا لكم طلبه السنه الرابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد سلطان.